بيكم في ورشتي. النهاردة هنعرف ازاي نزين ازايز العصاير بتاعت الاطفال في حفلات الاطفال وحفلات اعياد الميلاد بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. كل اللي هتحتاجي ازايز العصير اللي هي من الازاز تكون مغسولة كويس ومتعقمة كويس. هنحتاج كمان شرايط ستان بالالوان اللي انت عايزاها، سواء اللي تمشي مع الالوان اللي بيحبها طفلك او كمان الالوان اللي تمشي مع موضوع الحفلة بتاعتك. هتحتاجي كمان زراير اشكال ومقاسات كتيرة حسب اللي انت عايزاه، والالوان تمشي برضو مع الشرايط اللي انت اخترتيها من الستان. هتحتاجي كمان مسدس الشمع، وده اللي هتحتاجيه عشان تزيني الازايز بتاعتك. اول حاجة هتجيبي الشريط وتقيسي مقاس الازازة من فوق بالشكل ده، هتقطعيه. حاولي تختاري شرايط شوية تكون خشنة مش ناعمة قوي، وتثبتي الشريط زي الفيونكة فوقيها بالشكل ده باستخدام مسدس الشمع. ما تقلقيش، انت ممكن تغسلي الازايز مرة تانية لانه الشمع من المواد اللي بتتشال بسهولة. ثبتيه بالشكل ده وجيبيه من الناحية التانية برضو عشان تعملي فيونكة بسيطة وغير معقدة. حاولي بس تشتغلي بسرعة لأنه الشمع من المواد اللي بتلزق أو اللي بتبرد بسرعة. ساوي الأطراف كده مع بعض نفس المساحة أو المسافة من هنا لهنا. هتجيبي دلوقتي الزراير، اختاري زراير أو ألوان وتدرجات تمشي مع لون الشريط. أنا عندي هنا، وعلى حسب كمان العصير أو الحاجة اللي هتحطيها جواها، وانصح انك تحطي حاجات غامقه او حاجات لونها يعني شديد شويه زي الحليب الساده، زي الحليب بالكاكاو، زي العصاير الغامقه دي كلها بتبان في الازاز اكتر. هتاخدي زرار بالشكل ده، نبتدي بالكبير واحنا ماشيين بنصغر، وهنثبته كده. هنجيب تدرج من لون تاني يعني اخضر من درجة تانية، وممكن تخلطي الالوان عشوائيا عشان تبقى زي قوس قزح، يعني خلي تفكيرك وابداعك ينطلق. احنا في الاول وفي الاخر بنعمل حاجة انت لازم تبقي مبسوطة بيها. هنجيب البني ما تقلقيش، الشمع في الاخر من السهل انك تنضفيه عشان الفينيسيون تبقى حلوه. بس كده الشمع بمجرد ما بيبرد بيبقى سهل انك تنضفيه. وبكده تكوني عملتي ازازة عصير سهلة سريعة وغير مكلفة. أتمنى أن تكون الفكرة عجبتك.